لأول مرة خارج مدينة فاس أقيم بقلميم حفل تسليم أدرع التميز لشخصيات من مختلف المجالات تميزت بعطائها خلال فعاليات الدورة 11 لاحتفالية بوابة فاس. وتم تتويج 12 شخصية من رجال ونساء مغاربة بذلوا مجهودات في ميادين مختلفة. واخترتني لأنني دوزت أنا 40 عام في الإعلام وعشت واحد الفترات مهمة في تاريخ المغرب، وألفت مجموعة كبيرة من الكتب في المذكرات ديالي وغيرها. فأنا تنشكر إذن الجمعية ديال البوابة فاس. ومنح درع الإعلام للكاتب والصحفي صديق مانينو، والصحفي الراحل صلاح الدين الغماري تسلمه مدير الأخبار بالقناة الثانية حميد سعدني. هو تكريم لكل الصحفيات والصحفيين المغاربة الذين يتفاونون من أجل إيصال المعلومة والخبر للمواطن المغربي ومساعدته على فهم ما يجري من قضايا وطنية في جميع المجالات، والتفاتة كذلك لما يجب أن يكون عليه الإعلام المغربي. فصلاح الدين الغماري أعطى النموذج. أنا فخور لأن لما تنشوفوا الآن، وأنا شخصيا عندي الوالدة الله يرحمها من فاس، الوالد الله يرحمه شلح، وهو هذا المغرب، يعني المغرب ديالنا عنده هذا لا غيشاس. وعاد درع البحث والتطوير للمدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. كريم عدد من الشخصيات البارزة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي، شخصيات مغربية بارزة على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي، تمثل عدة آفاق، تمثل العالم الاجتماعي المجتمع المدني، وكذلك عالم الاقتصاد والأعمال، وكذلك عالم الثقافة. التفاتة في الحقيقة أنا بالنسبة لي شرف بالدرجة الأولى للمرأة الصحراوية وخصوصا المرأة الودنونية، المرأة الودنونية، لأنه من قديم الزمان المرأة الودنونية مرأة مبادرة، مرأة مشاركة للرجل. الاحتفالية التي تنظم في ظل ظروف صحية يجتازها المغرب والعالم ككل مناسبة للوقوف على حجم عمل جمعية بوابة فاس كشبكة وطنية تسعى إلى التعريف بالكفاءات المغربية وتحفيزها.